بالامبيونس، دونك الامبيونس شنو فيه؟ فيه البخار، الماء، فيه الهوميديتي، دونك ما الرطوبة، الرطوبة، دونك الرطوبة تتغير مش كيما في الصيف، كيما في الشتاء، كيما في الربيع، كيما كذا، دونك هذا الريكلاج نتاعي، دونك أنا إذا عرفت هذايا، معناها نعرف كيفاش نريكلي ونحط هنا الوقت وعرفت كذا، دونك نخلو ديزاستيس هذه تمشي على ديبلاسمون فلوس كذا، باش تمشي تركح حلالة، خاطر شفت أنت الخنقة نتاع هذا، وقفت برو. معناها الشومبر تلبس عليها ما عندها حتى شيء تخدم مريقله كيف كيف حتى الفريجيدير يخدم ما عنده لا فويت ما عنده حتى شيء مي مشكل تجي براش الجبراج نتاعها واقف وقف كل سكر بوشر 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 ما عادش جيت تلقى التمبيراتور اللي هو تخدم مثلا كله في النيجاتيف جيت تلقى مثلا في الموافار جيت تلقاه في الزيرو زيرو بوزيتيف حتى البريسيون تاعك البريسيون راهو تبدا طالع في المعلوم ما تعطيكش تهد برشا عباد يجي يقول لك هاي بريسيون طالع اش فما هذا واش اوكي طيب تسجل طوب بالك وخدم المروحه سيدي شونس طوب بالك وما تنجمش تشارجي انستالاسيون على الاخر في راهو اللي فاب نتاعها ما عباد يسجلش لازم تخرج جد يلزمك تطيح الثلج الكل ومن بعد تشوف المالو باش يعطيك تخدم المروحه باش يعطيك السيت بريسيزون صحيح اما اي جان تيجي نعرف تلقى نتاك ما الثلج هيا باش نشارجي حتى في الـ في الـ في الكليماتيزور حتى في الفريجيدير زيدها شويه راه اسمه ها ما تزيدلكش ما تجمش تزيد ما تجمش تزيد اي صغيمه على صغيمه تنجم لهنا بعد تعطيها اكسيد شارج تبرك الموتور تقطع البريسيون خاص الموتور تكسر الكلابيه تكسر الكلابيه مشي الموتور طايش فهمت هنا راه كل حاجه راهي كل استيس عندها كل حاجه عندها معناها مساوئ نتاعها عندها المساوئ وعندها اللي عندها الايجابيات والمساوئ دونك لهنا لازم تعرف اش تعمل مش انت وزيد شويه دجاجه هي مش دجاجه هي هي جريمة واحد صب في الزيت هذا باش نخلط فيها خبزه باش نعمل جريمة هي باش تولي تري العجينه هي باش نعمل كعبه فريكاسيه في الطياره تو كي تتسد هذه كي تغص معناها كيفاش تتصرف لازم تخليها اللي يذوب الثلج يعني تذكرها اللي هما في الكلاسيك الاقبال في الجدارات اللي عندنا كيفاش تعبى الثلج دونك باش نعملوا نسل الفيش يسل الفيشه ويقعد يستناه بعد ما تذوب تعاود تخدم الفيشه ما صار شيء كيكه ولا لازم تصلحها ولا شنو كيفاش بعد ما يذوب الثلج اللي غادي سي بون ترجع الفيشه تاعك اي اي تذوب الثلج وكذا ما يشني المشكل ما كي تعاود تصير شو اللي كان عذاب هو تحي الفيشه يعمل الثلج يستلج مع المية تولي الكوجينة والدنيا كلها والفريجيدير كلها عامل الماء دونك مشكلة يعني وناجم لا قدر تحط فيه شيء يضربك كورون وبرشا عباد الدار صار تطور توا في الحكاية ما عادش يولي عندك أنت اللي عندك باك من اللوطة دونك الماء هذاك اللي ذاب يهبط في الباك والباك يجي فوق الموتور لهنا مع الموتور يسخن أك الماء هذاك بسخانة الموتور يتبخر فمنه يبرد الموتور فوق الكركاسه لهنا هاك البانو هذاك اللي فوق منه يجي هذاك منه الماء هذاك قاعد يبرد في الموتور في وسط بار بلاستيك سبيسيال راهم خاطر انا عندنا وحيد دونك لهنا تعرف قداش يوصل سخانه الموتور تنجم توصل حتى ل 130 سخانه الموتور معناها